ومن محافظة قنا نروح بقى للفيوم، ومعايا هناك زميلي أيمن عماد هيرصد لينا آخر التطورات في البنى التحتية حياة كريمة، هذا المشروع القومي. إيه اللي تم على أرض الواقع حتى الآن؟ أيمن اتفضل. إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا، هذه الآن نتواجد في قرية قلم شاء، هذه القرية التي تعد واحدة من 44 قرية آخرين تابعين لنفس المركز، يتم تشييدهم وإعادة تأهيلهم من جديد من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتبطين السرعة كما تشاهدون في الصورة، وأيضا إمداد القرى بالخدمات التي تتعلق بالصرف والمياه وغيرها، بالإضافة إلى 9 قرى آخرين تابعين لمركز يوسف الصديق. هذه القرى بشكل عام عانت يعني لسنوات طويلة من نقص في الخدمات ويعني وعدم اكتمال الصرف الصحي فيها وعدم وجود الغاز الطبيعي فيها. الآن الدولة تعمل بشكل كبير على إدخال هذه الخدمات وبشكل كامل، بالإضافة أيضا بإعادة تأهيل الوحدة الصحية التابعة لهذه القرية التي أتواجد بها الآن، وعلى مساحة 900 متر كما ذكر محافظ الفيوم أثناء زيارتي قبل أمس، بأن الوحدة الصحية التي سيتم إنشاؤها هنا سيكون مجمع صحي متكامل على مساحة 900 متر، سيتم تشييده بشكل كامل بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل حينما تدخل المحافظة، بالإضافة إلى 250 متر آخرين يعني تم تخصيصهم لمركز شباب تابع لهذه القرية. أما على المركز بشكل عام هناك 4 محطات صرف صحي يتم العمل عليهم الآن بالمركز إفرا بشكل كامل، بالإضافة إلى 11 مشروع آخر وغيره. يعني المحافظ بشكل دوري بيجتمع مع الأهالي لأخذ مقترحاتهم بكل متطلباتهم في هذه القرى والعمل عليها في القريب. إليك. شكرا لك زميلي أيمن عماد، كنت معانا من محافظة الفيوم، وكمان بشكر أحمد الأفيوني كان معانا من محافظة قنا، بشكر زميلي على كل هذه التفاصيل.